النهارده اقول لك النهارده قررت اداره المسابقات بالاتحاد المصري لكره القدم ايقاف الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي واحالته للتحقيق معه بمعرفه المستشار القانوني للاتحاد لما بدر منه من تصريحات تلفزيونيه بعد مباراه غزل المحله مع الاهلي ضمن مسابقه الدوري. طب نشوف فيديو كده تصريحات كابتن سيد عبد الحفيظ وللمواقع حرفته باللفظ كده حرفته واللي ادى الى ان بعض القنوات نقلت عنهم بدون اي مراجعه، ما شافوش الفيديو الاساسي ولكن نقلوا التحريف. التصريحات اتقالت بعد المباراه على قناه النادي الاهلي. خلينا نشوف الفيديو ده وارجع لحضراتكم تاني. حكم واحد من ال 16 ادانا ضربتين جزاء، مباراه المقص ابراهيم نور الدين ومباراه الاسماعيلي ابراهيم نور الدين. ال 16 ما حسبناش اي حاجه ثانيه. النهارده كره حسين الشحات انا ما شفتهاش، هو الراجل مش مقتنع انها ضربه جزاء. كابتن جهاد جريشه انت اقتنعت ازاي انها ضربه جزاء؟ كابتن جهاد جريشه في مباراه بيراميدز برده ما هو حظه بقى يعني انا هلغي حتى تليفونه من عندي وهقول مثلا يعني اعتذار، يعني كل ما يغلط عندنا غلطه يطلع يعتذر لنا. يعني في مباراه بيراميدز اللي كانت موجوده ضربه جزاء بتاع محمد شريف وطارق مجدي على الفار برده قعد على الفار قال لك ده التحام في الهواء. يعني يعني برضو مش ده مش مبرر اللي حصل معانا النهارده. احنا وحشين بالفم المليان في الشوط الاول، كنا وحشين جدا جدا، التحامات زيرو، اشتراكات مش موجوده، اصرار ما فيش، روح المحله كانت احسن مننا في الشوط الاول. دي التصريحات اللي كانت على قناه النادي الاهلي بعد المباراه. قولوا لي انتوا فيها ايه غلط؟ هل الاعتذار لما انا اقول ان اكس من الناس مش هنقول اسم حد بيعتذر، هل انا كده بغلط في هذا الشخص؟ بالعكس، الاعتذار هو شيمه العظماء. يعني لما حد بيقر بخطا او حاجه حصلت منه او بدر منه شيء هو ما كانش مقصود بيعتذر. اذا ايه الغلط اللي قاله كابتن سيد حفيظ يستدعي ايقافه؟ ولكن بعد تحريف التصريحات دي وتناقلها على بعض المواقع اللي يعني اصدر هذا البيان او خد هذا القرار كان يعني محتاج يتعب شويه. لا ده محتاج ويشوف الفيديو بنفسه، محتاج يسمع بس. الموضوع بوضوح بسيط جدا، هو كابتن سيد بيتحول للتحقيق وبيتم ايقافه ليه؟ عشان بيقول ان انا همسح رقم كابتن جهاد جريشه. طب ما تزعلش يا كابتن جهاد، حضرتك قدمت شكوى بناء على المواقع اللي حرفت الكلام، هنقول للكابتن سيد ما يحذفش رقمك لو دي القصه. لكن الكابتن سيد قال بوضوح انا بستفيد ايه لما كابتن جهاد جريشه يطلع يغلط في اخطاء تحكيميه تخسرنا مباراه ثم يطلع يعتذر لنا بنشرح تاني وتاني مره عشان البي وتالت مره عشان البي ثم يطلع يعتذر لنا. لما نوصل لمرحله ان الاعلام كله والمواقع كلها بتنقل من بعض تصريحات محرفه وعندنا فيديو نقدر نرجع له دقيقه واحده بس نجتهد ونسمع كابتن جهاد جريشه بيتحرك على فيديو مفبرك او تصريح مفبرك في المواقع، لجنه الحكام بتستيقظ الان ضد كابتن سيد عبد الحفيظ عشان كابتن سيد عبد الحفيظ قال تصريح ان كابتن جهاد جريشه بيطلع يعتذر لنا. بنفس لجنه الحكام دي ناسيين تماما فكره هنجيب له الحكم اللي بيحبه، هنتكلم في الحكم اللي بيحبه زي الفل، نتقي شره والكلام الجميل اللي بيحصل ده. كابتن سيد عبد الحفيظ لم يخطئ اي خطا عشان يتم تحويله للتحقيق، والفيديو واضح قدام حضراتكم، واتمنى الاعلام الرياضي يتحرك دقه ويبذل ابسط مجهود ان هو يسمع التصريح مش ينقله من مواقع. تحس يعني يا ابو حميد انه مش الهدف من اتخاذ القرار ليس القرار في ذاته، الهدف من اتخاذ هو القرار هو في ترصد بكابتن سيد. في ترصد، الله ينور عليك. يعني انا شايف انه التصريحات ما فيهاش اي شيء خارج النص، يعني اعتذار دي مش يعني لا. مش خطا. وهل وقعت ولا ما وقعتش؟ بالظبط، وقعت في فيديو بيقول بس كده. هل الكابتن جهاد جريشه طلع اعتذر للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي ولا لا؟ الكابتن جهاد جريشه بنفسه هيجاوب لكم في الفيديو ده عشان نوضح النقطه دي. انصحه بايه؟ انصحه الجمهور الاهلي بالذات ما يكونش زعلان مني، عشان انا عندي بكره بعد ماتش الاهلي وبيراميدز الناس الجمهور الاهلي زعلان، فبقول لهم ما تزعلوش لان في الاخر التحكيم النهارده ليك وبتاع ليك وكان كرات الجزاء ما تتسالش، وهي اكيد غلطه مش مقصوده طبعا. حاجه بالخمس اداها لي ان انا مش فاهم حاجه، فما تزعلوش مني زي ما الجمهور الزمالك كان زعل مني في اللعبه، فعشان التحكيم بقى قصه للزمالك، فالتحكيم النهارده ممكن النهارده ضدك بكره معاك، بس مش مشكله، الدنيا كويسه ان شاء الله نستمتع معاكم. هل كابتن سيد اخطأ ان هو قال ان كابتن جهاد جريشه بيطلع يعتذر لنا لجماهير النادي الاهلي للنادي الاهلي؟ هل انا استفدت حاجه من الاخطاء دي؟ الحقيقه لو حد المفترض يتعاقب المفترض الحكم اللي يطلع يعتذر عن خطأ، والمفترض اصلا المباراه دي قانونا تعاد، اي مباراه يعتذر فيها حكم ان هو اخطأ فبالتالي المفترض المباراه دي تعاد، لكن الكابتن سيد قال واقع
كل الناس شايفينه وتقدر تدخل على اليوتيوب هتشوف كابتن جهاد جريش هو بيعتذر. مين بقى اللي اوحى لك ان كابتن سيد عبد الحفيظ قال ان كابتن جهاد جريش بيكلمني؟ مين اللي اوحى لك ان كابتن سيد عبد الحفيظ قال ان كابتن جهاد جريش بيتواصل معايا؟ لو انت لقيت الكلام ده صوت وصوره فيديو تقدر تحول كابتن سيد عبد الحفيظ للتحقيق وتقدر تشتكيه. اعتقد النقطه دي قفلناها، لكن نقطه مهمه جدا قبل ما نقفل مباراه الاهلي وغزل المحله. البعض بيتحدث عن فكره هي دي تكافؤ الفرص، وهو ده لما النادي الاهلي راح نادي غزل المحله النادي الاهلي خسر. الحقيقه تكافؤ الفرص ده لما بيكون نتيجه سلبيه فقط للنادي الاهلي. النادي الاهلي في مباراه غزل المحله في موسم 2016 لعب مباراه غزل المحله في اسكندريه، والباص اتحول من عند الدائري بعد قرار مديريه امن الغربيه راح اسكندريه. لو بصينا في الموسم ده هنلاقي نادي الزمالك لعب المباراتين دول على استاد بتروسبورت. ده مش تكافؤ فرص. لو جينا اتكلمنا دلوقتي النادي الاهلي لما وافق على طلب غزل المحله بتحويل مباراه الدور الاول للدور الثاني، النادي الاهلي هو اللي كان حريص على تكافؤ الفرص. نادي ثاني لعب اسوان في القاهره ورفض طلب اسوان ان هو يبدل الدورين، واحنا هنروح نلعب اسوان في اغسطس. ده مش تكافؤ فرص يا كابتن هيثم؟ طبعا. والنادي الاهلي زي ما قلت لحضرتك دائما ابدا بيطبق القوانين اللي لوائحها نفسه، وبيشوف ايه اللي يساعد الرياضه بوجه عام ويعمله على فكره، بس مش في كره القدم، في كل الالعاب. ونتمنى ان شاء الله ان، ونحن متاكدين ان شاء الله كابتن سيد عبد الحفيظ هتبان الحقيقه، والحقيقه تكون كامله يعني، واكيد الفيديو ده هيكون في التحقيقات، وان شاء الله كل الدعم طبعا لرموزنا في النادي الاهلي. خلينا